اخوان السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على تشومه، الفوائد ديال تشومه للطيور، طريقه تخدم كوقايه وكغذاء. تشومه الاخوان عندها بزاف ديال الفوائد، قائمه طويله، من البين ديالها مضادات الاكسده، شقويه المناعه، وزيد وزيد وزيد. المهم تشومه اخوان تنقدموها للطيور، الطريقه ديال التخدم سهله بزاف. كنجيبوا قطعه ديال التشومه او القطع العدد اللي عندك، كتشد تشومه، كل حبه ديال التشومه تقوم بقطعها الى نصفين، اوكي، كتغسلها مزيان وكتجيبها للشرابه وكدير نص في كل شرابه، اوكي، معلومه واضحه اخوان. تنقدموها مره في الاسبوع لا غير، اوكي، لا اقل، ممكن مره في 10 ايام او مره في 15 يوم. يعني ما نكثروش الاخوان، كاينين بعض الشباب وبعض البنات تيكثروا التشومه تيقول لك لا راه مزيان وقايه، لا، راه واحد القاعده، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. ما نبقاوش الاخوان نكثروا، لا، والتشومه راه ما غداويش لينا الطير 100%، الا كانت كوقايه راه مزيان، تنقدموها كوقايه طيله السنه، مره في 10 ايام كافيه جدا. يعني كنقدموها ما كنكثروش غير شويه الاخوان، اوكي، كنكثروش الاخوان، الله يرحم الوالدين. يعني احنا الغرض ديالنا هو ان التشومه يستافد الطير من المزايا اللي فيها كوقايه وكعلاج وكغذاء، يعني مزيانه ليه، اوكي اخوان. تنحطوها لي مثلا في الصباح باكر، مثلا مع 8 الصباح مثلا، امثال يعني في الليل من هون نبدلو الماء، كنبدلو الماء هكا، كنكونوا عطينا للطير ما يكفي باش نفيدوا الطوير ديالنا. يعني ما نكثروش الاخوان، الا كثرنا راه كنتسبوا غير في الضرر. صافي اخوان، المهم هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اخوان، اللهم يسر الجميع، وما تنساوش لي لايك وكومونتير، اسئله ديالكم مرحبا بها، وبارطاج، اللهم يسر الجميع.